السلام عليكم خاوتي. أي واحد شاف هذا الفيديو نتمنى منه يدير اشتراك في القناة، تفعيل جرس إشعارات والضغط على زر لايك لهذا الفيديو. دعموا وبارطاجيوا هذا القناة خاوتي، وبارك الله فيكم باش يحكم كل جديد في أخبار الجزائر. أعلنت مديرية التربية لولاية الجزائر غرب عن تنظيم مسابقة على أساس الامتحان المهني للالتحاق بالرتب الآيلة لزوال العاملين في المؤسسات التربوية للمترشحين حسب شروط، وتدوم فترة التسجيل ابتداء من 21 نوفمبر 2023 إلى غاية 11 ديسمبر، وتودع الملفات بمصلحة الدراسة والامتحانات مكتب الامتحانات والمسابقات. وينبغي أن يشمل ملف الترشح طلب خطي ممضي من طرف مدير المؤسسة، نسخة من المقرر التسمية التربص، نسخة من مقرر الترسيم التثبيت، مجمل خدمات للسنة الدراسية 2023، ووصل دفع حقوق تسجيل 200 دينار جزائري تدفع لدى مقتصد متوسطة رابح مداس حي مولين سابقا الدويرة. ويودع الملف لدى مدير المؤسسة والذي بدوره يحوله إلى مديرية التربية مصلحة التمدرس والامتحانات مكتب الامتحانات والمسابقات بجدول إرسال، وذلك في الفترة المحددة، ولا يقبل أي ملف خارج الأجل. وعلى المترشح غير مقبول أن يودع طعنا في أجل أقصى 10 أيام قبل تاريخ الامتحان بمصلحة الدراسة والامتحانات. كما تنظم مديرية التربية لولاية الجزائر غرب مسابقة أخرى على أساس الامتحان المهني للالتحاق بالرتب الأعلى بالأسلاك المشتركة للعاملين في المؤسسات التربوية للمترشحين، وتدوم فترة التسجيل ابتداء من 21 نوفمبر 2023 إلى غاية 16 ديسمبر 2023، وتودع الملفات بمصلحة الدراسة والامتحانات مكتب الامتحانات والمسابقات. لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل جرس إشعارات والضغط على زر لايك لهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.